صباحكم الله بالخير والعافية أحبتي مشاهدي ومتابعي شاشة زاغروس الفضائية، وأهلا وسهلا بكم في جولاتنا الصباحية المتنوعة والمختلفة، واللي طالما عودناكم أن تكون دائما بأسواق شعبية من داخل العاصمة بغداد. نشوفكم حركة السوق، إقبال الناس، حركتهم على شنو جايين يتبضعون بهذه المنطقة، خاصة إذا كانت المنطقة واحدة من أكثر المناطق المزدحمة في العاصمة بغداد، واللي هي منطقة الشورجة. منطقة الشورجة منطقة تجارية بحتة، منطقة للجملة تعتبر بها كل أنواع البضائع اللي يجون الناس من أجل التبضع من منطقة الشورجة، سواء كانت بالجملة أو بالمفرد. طبعا من مميزات منطقة الشورجة أنه تكون الأسعار بها مناسبة، كونها منطقة شعبية ويزورها العديد من الناس من جميع محافظات العراق ومن جميع مناطق العاصمة بغداد. خلونا نتعرف اليوم على أهل البسطيات، نتعرف على أهل المحال، حركة وأقبال الناس في منطقة الشورجة، شنو هي الحركة، شلون هالأسعار، شنو تفاصيل هذه المنطقة. صباح الخير، صح النوم، شلونك؟ عزيزي شو اسمك؟ حسن. حسوني، بس قل لي الحركة شلون، السوق شلون؟ تعبان والله. ليش؟ تعبان، وضعية تعبان. ليش، شنو السبب؟ صعد الورق ونزل الورق، السوق تعب. عودنا بعد على سالفة الورق، صارت قديمة علينا. تعبان يعني، حركة ماكو بالسوق. والله هاي السوق قدامك ما تشوفه فارغ، العالم قاعدة وساكتة. صار لك ايش قد انت بهاي الشغله وبهاي المنطقه؟ صار لي هواي يعني، هواي. انا من ساعه 17 جيت اشتغل هنا، يعني 10 سنين لو اكثر تقريبا. اي تقريبا. زين، اللي تبدا تبيعه بس تكرم نعالات لو شنو، اكو غير شغلات تبيعها؟ لا، بالشتاء نقلب جواريب حمد البرد، وبالصيف نقلب نعالات. اسعاركم شلون؟ زين، ثلاث باربعه، يعني نوعيتين بثلاثه وباربعه بس. ايوه، كوب 2000، كوب 3.5، كوب 5. زين، تبيع جمله مفرد لو بس مفرد؟ احنا الجمله ما نبيع، احنا نشتري من الجمله نجي نبيع هنا مفرد. الله يرزقكم ان شاء الله. قول يا الله وان شاء الله خير. يا الله، الف مره نقول يا الله. يا الله، ايش عندنا غير الله العظيم؟ الله يرزقكم من اوسع الابواب. وشكرا جزيلا لك. من يا طيب، خدمتك. حبيبتي المشاهدين، تفاؤلوا بالخير تجدوه، فإن شاء الله كل من يتفائل بالخير يجد الخير أكيد. الله يساعدك، صباح الخير، شلونك قلبي؟ الله يسلمك يا حبيبي. شلون صحة؟ الله يحفظك، شلونكم؟ ايش عندك جاي للشورجة؟ سولف لي. بضاعة. اي. تعرف غبائيات. تعرفوا السوق الرئيسي مال العراق. هو واحنا قلنا إنه الشورجة من أكثر المناطق المزدحمة ومنطقة للجملة وهاي التفاصيل. السوق الرئيسي هسه جاي لمنطقة الحسينية. زين. وجيت منه آخذ، لأن مثل ما تقول بضاعة زينة. ومستورد، والموزع الرئيسي مال العراق كله. كلش تمام. الأسعار تختلف مناسبة. زين، أنت تشتغل بالكهربائيات لو للبيت؟ للبيت. شنو اللي اشتريته؟ اشتريت وايرات، خذيت نوعية زينة. زين. لأن هنا ما يغشك، يعني نوعية زينة. والأسعار تختلف فرق هواي. يعني إذا لنفرض أكو محل كهربائيات يمكن بالحسينية، شنو فرق السعر ما بينه وبين الشورجة؟ وايد بفرق. وايد بفرق. يعني هسه هناك ب 40 اللفة، وانا جبتها ب 28 باللفة 12000. فرق والنوعية هذا اصلي. كلش تمام. زين، كلش قد تقصد منطقة الشارجة وتجيها؟ انا على طول اجي، يعني لان انا ببغداد، ومثل ما تقول هي منطقة سياحية تعتبر. انا انزل بام عظم واروح الباب الشرج مش. زين، الشارجة صارت سياحية؟ سياحية. انت تعال الجمعة وشوف. زين، الجمعة ما تقدر تفوت منها. والله منطقة مزدحمة وحلوة، سوق الغزل وتفاصيل. قلت لك انزل باب معظم واوصل باب الشرجي. اتمشى يعني ارجع العصر. هسه انا جيت هنا بالسبعة الصبح. والله عشت. ولحد الان بعدني جاي اتمشى. زيارة ممتعة، وان شاء الله تكمل مساويك كلها. والله يوفقك. انا زاكروس، والله يوفقكم ان شاء الله. يا حبيبي ممنون، ممنون يا طيب. حبيبتي المشاهدين، معلومة جديدة راح اقدم لكم اياها من خلال الاخ، انه منطقة الشورجة تعتبر سياحيه بالنسبه له، لان يعني يجي يتونس، يقول لك انا الجمعه ما عندي شيء، اجي من الصبح ارجع العصر افطار في منطقه الشورجه، سوق الغزل وغيره وغيره من المحلات والبسطيات. فعلا يوم الجمعه يكون جدا مزدحم. خلونا نستمر بجولتنا من داخل منطقه الشورجه ونتعرف عليها اكثر، ولو هي الشورجه كبيره كلش وتفاصيلها كلش هوايه، لكن احنا بالوقت اللي عندنا قدر المستطاع ننقل لكم بالصوت والصوره الاحداث اللي تصير حاليا في منطقه الشورجه. السلام عليكم، شلون الصحه؟ الاحوال؟ نريد نسولف وياك. اسم حضرتك؟ مهند. مهند، ايش عندك جاي للشورجه؟
والله اول شيء نقضي وقت. هاي زينه. هاي تعال بالفيت تعال عمود نسولف وياك. اي احنا مشي تقضي وقت. قضي وقت واكو اشياء مو موجوده بالاسواق. مثل يعني الكرزات الصابون يعني اشياء بسيطه مرات ملابس تيشيرتات زين. فعدا هذا انه هو هي الشورجة بالذات تمثل فد منطقه بغداديه قديمه فتذكرنا بايام زمان زين. اي فيا مواليد 67 67 والله تقول لي 97 هزيت الله يعطيك الصحة والعافية. كلش قد تجي لشورجة؟ والله بالوقت اللي يكون الجو طيب مثل ايش ايام اسبوعيا اجي مرة او مرتين. زين يوم السبت عادة اتمشى من باب الشرجي الى حباب معظم. واذا هاي يوم السبت زين. اما باقي الايام ممكن يعني الظهرية هيك اجي اقضي بي ساعتين ثلاثة خير وبركة. يعطيك الصحة والعافية وممتن منك شكرا جزيلا. الله يخليك. عبتي المشاهدين طبعا في جولتنا من داخل منطقة الشورجة لو يستعني الوقت نكمل لكم اياها مثل ما يقولون احنا نجي سياحة نبلش من بداية باب الشرجيل ولحد باب معظم او بالعكس سويت لكم الاشارة لكن الوقت ما يسعنا انه نكمل جولتنا داخل منطقة الشورجة والجو همينة بدأ يصير حار كلش. في ختام هذه الجولة إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذه الجولة ونالت إعجابكم واستحسانكم وإلى لقاء آخر في أمان الله.